Adam. Early, early, early. عوام طریق ته جمعې ریز ده ورغلی کوشش په کول چې تاسو ته موږ خودباری کاټ کو او رش ډېر زیات ده هر طرف ته لکه یننه خو ځای بالکل نشته اوس چاته مو ډاکته لون دې ډاکته موږ دلته کبار یو او کوشش کوو چې خودبا ته د خیره سری کاټ کړو نو بیا به درته وشي بس دوو کوي دوو به کوو په دوو کې مو یو څه ته په دوو کې مو یو څه ته عوام ترې ته د نړۍ سره لږه ته پیدا او بس اوسې خود به ټیم نه خود باشه د کیږي او دا چې کوم ده نو مې رسول الله صلی الله علیه و آله او زما مبارک الحمد لله الحمد لله الذي ختم الرسالات السماويه بشريعتنا وختم الانبياء والمرسلين بنبينا وجعل أمتنا وسطا خير أمة أخرجت للناس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار خيار من خيار من خيار بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي متبعه ضلالة وكل ضلالة في النار وحققوا أهوالكم بأفعالكم فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعادل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني معاشر المسلمين إن لكل إقبال إدبارا ولكل
قد اختلفت لغاتهم وألوانهم وبلدانهم وأجناسهم وأعمارهم. وبعدما انقضى موسم الحج الأكبر إذ بضيوف الرحمن يودعون أفضل البقاع، يودعون المشاعر وقلوبهم فيها قتل المشاعر، يغادرون البطحاء ولسان حالهم يقول لك يا ما نزل في القلوب منازل. فتتفرق الجموع في منظر مهول ومؤثر ومشهد عظيم ومعبر. إن هذا التفرق بعد الحج الأكبر ليذكر بفراق الدنيا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عباد الله، لقد ودع الحجاج بيت الله الحرام ولسان حاله عائدون آيبون تائبون لربنا حمد، يهدوهم الفرح إلى أوطانهم وبلدانهم. قد انقضوا مناسكهم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولعلهم قد رجعوا لبلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وعادوا إلى أوطانهم بغنيمة تستوجب الشكر والحمد. قد غفر الذنب وستر العلم وكفرت الخطايا، فحري بهم أن تستحثهم العزيمة على الثبات وعلى التوبة النصوح وتجديد العهد مع الله والاستقامة على طاعة الله. أيها الناس، للطاعة في النفوس أثر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج مورد ومنهل للتزود من التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالطاعة إذا لم تقرب من الله وتبعد عن محارمه فلا شك أنها مردودة، وإنما يتقبل الله من المتقين. فالحرص على العمل يجب أن يصحبه حرص على القبول، ألا وإن من علامات قبول الأعمال تغير الأحوال إلى أحسن حال. وفي المقابل فإن من علامات الحرمان وعدم القبول الانتكاس وتغير الأحوال إلى الأسوأ. نسأل الله السلامة والعافية. فما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. فاسألوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات، وتعوذوا به من تقلب القلوب ومن الحول بعد الحول. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. فاحرصوا على الاستقامة، واسألوا الله الثبات على الطاعة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معاشر المسلمين، طريق الحق مستقيم والمنهج السليم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن أراد أن يتبعه ويستمسك بالعروة الوثقى فليحذر من الهوى وهمزات الشياطين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل.
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد. وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. فتمسكوا عباد الله بالسنة وعضوا عليها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، الاستقامة أساس الثبات ومكمن النجاة وميزان العدل ودليل الصدق وعلامة التوفيق والقبول عند الله. عن أبي معاوية سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه أحمد. ولقد أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وحث المؤمنين عليها وقرنها بتوحيده فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وبين ثوابها فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. استقيموا عباد الله على شرع الله كما أمرتم ولا تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون، ثم استغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أيها المسلمون، الأوقات كلها مواسم عبادة، وإن تفاوتت واختلفت في الفضل والوظائف، والعمر كله فرصة عمل وطاعة، وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وكل ميسر لما خلق له. فأطيعوا أنفسكم على الطاعة واستعينوا عليها بالتوبة والاستغفار والأوبة والانكسار ومراقبة الواحد القهار في السر والنجوى في الليل والنهار. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. عباد الله، إن أعظم قربة وأفضل عبادة وأوجب طاعة أداء الفرائض والواجبات، وأعظم الفرائض والواجبات أركان الإسلام وأمهات الأحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وقد بني الإسلام على أركان عليها عماده، فهي أساسه وعليها مداره، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. متفق عليه. فهذه الأركان هي أبواب الإسلام، وهي أمهات الأحكام، وهي الأسس التي بني عليها الدين، وهي الدعائم والركائز التي يرتبط عليها، وهي أول الواجبات وأعظم الفروض وأفضل ما يتقرب به المتقربون، وبها يبدأ الحساب، وعليها مدار الثواب والعقاب، فبها النجاة والفوز والسعادة، وبها الخسران والهلاك. من استمسك بها وحافظ عليها فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن ضيعها فقد ظلم نفسه وأضاع عمره وعمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا لفظه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله